مبروك الرباعية أمام الداخلية، كان نفسي تبقى رباعية نظيفة ولكن قدر الله ما شاء فعل، هدف ملوش أي لازمة ضيع لك الكلين شيت اللي انت كنت عامله طول الخمس مباريات الماضية. يعني المشكلة ان في بعض اللعيبة بتبقى انت ما ينفعش تقصوا عليها، ما ينفعش ان انت تيجي عليها وتقول زعلان منك، لان انت ما ينفعش تزعل من موفاسا اللي من وقت ما رجع من الصليبي وهو محسسك ان هو كان في اجازة في المالديف مثلا، يعني ده ما كانش لاعب مصاب ابدا. فالخطأ طبعا كانت بدايته من عند اكرم توفيق اللي كان مغطي الاوفسايد، والخطأ التاني او المشكلة التانية لما ترقص بشكل يعني طبعا مش ده اكرم خالص وعدى، وكل اسف كان في ياسر ابراهيم واقف يعني ولا حياة المانتو نادي، كانه مش موجود خالص، ما دخلش على الكوره، ما عملش اي حاجه، الكوره اتشاطت على الشناوي. طبعا الشناوي طول المباراه كان صاحي فايق بيأدي بشكل كويس جدا، ولكن في الكوره دي بالذات تعامل معاها بشكل يعني مش احلى حاجه، طلعها في حته يعني نزلت لي اللاعب اللي كان واقف صحي جدا ومستني ومنتظر. محدش يكلمني عن اشرف والتغطيه العكسيه علشان انا شايفه هجوم كبير جدا جدا على اشرف غير مبرر. يا جماعه محمد اشرف لاعب صغير في السن لسه من الناشئين، اول مباراه لي اللعيبه دي بقالها يعني دي سادس مباراه ليهم، فما ينفعش ان احنا نحكم على اللاعب بالوقت ده. هو لاعب كويس، اه كويس جدا، مجتهد في التمرين ومجتهد في المباريات اللي احنا شفناها قبل، فما ينفعش ان احنا دلوقتي نفضل نهاجم ونقول لا او كانت غلطتك وازاي. لا، هو طبعا خطا مشترك ما بين كل الناس اللي انا ذكرتهم، فبالراحه بس على الشباب بتوعنا زي ما كان في تعامل خاطئ جدا مع فخري قبل كده، فما ينفعش ان احنا نتعامل مع اشرف بنفس المنظور، لان اشرف ده بديلك لعلي معلول، يعني انت عندك بديل وبديل كويس جدا، فلو انت اهلته بشكل ممتاز هيلعب معاك بشكل ممتاز، ولو انت فضلت تهدم فيه وتهاجم فيه مش هينفع خالص. انا شايفه وجهه النظر دي خاطئه، فانا حبيت ابدا بالهدف اللي دخل في النادي الاهلي، لانه فعلا الحاجه الوحيده الوحشه في المباراه، والحاجه الوحيده مش هقول ضيعت فرحتنا، بس كان هيبقى احسن بكتير لو انت طالع برده كلين شيت. خليني اكلمكم بقى عن اهداف النادي الاهلي. الهدف الاول لونج باس حلو جدا جدا من حمدي فتحي، فكرنا باللونج باس بتاع رامي ربيعه، استلمه كريم فؤاد بشكل كويس، ولكن لما اتقفلت عليه بيعمل حاجه بقى حلوه قوي كريم فؤاد لما تتابعه على مدار المباريات كلها، دايما ياخد الكره ويطلع بيها على اللاين، واحسن واحد يعمل لك الباك باس فعلا بيعملها ممتازه جدا جدا. لمين؟ لشريف المخيف اللي كان واقف ومستني علشان يقول انا اهو. فرحانه جدا جدا بهدف محمد شريف علشان العوده، علشان هو بيحاول، المشكله ان هو بيحاول ولكن انا مش عارفه ليه ما كانتش بتيجي معاه الفتره الماضيه. بنقول له الحمد لله على السلامه، وان شاء الله يا رب كل الوقت اللي جاي تكون فايق احسن من كده، وتكون واقف على رجلك اكتر من كده، علشان احنا فعليا نفسنا نشوف شريف المخيف. الهدف الثاني على نفس الطريقه برضو لونج باس، بس المره دي من قفشه، واستلمها كريم فؤاد. كل اللي انت عايز تقوله في حب كريم فؤاد تقدر تقوله، اللاعب الاكتشاف، اكتشفه كولر، كنا كلنا فاكرين ان كريم فؤاد ده بيلعب مدافع، اكتشفنا مع كولر انه يلعب مدافع، يلعب مهاجم، يلعب في اي حته، واحتمال كبير جدا يبقى بديل للشناوي قريب. مع كولر اعتقد ان احنا لسه هنشوف انبهارات واكتشافات كتيره جدا جدا. استلم الكوره ورقص ترقيصه يا نهار ابيض، يعني عارف تحس انك عايز تقف وتسقف له، وشاط الكوره بشكل كويس، ولكن الجول كيبر بتاع الداخليه يتصدى للكوره. يرجع لمين بقى؟ ترجع لمين؟ والله فعلا ده الذهول، يعني ده قمه الذهول بتاعك. انت تتوقع ان اكيد هنا هيبقى في لاعب مهاجم هيبقى موجود جوه ال 18، لا الكره هترجع تلاقي حمدي فتحي اللي واقف. انت ايه اللي جابك هنا يا حمدي؟ تلاقي حمدي فتحي اللي هيشوط الكره ويسجل الهدف الثاني. عظيم جدا جدا، طبعا هدفين في اول خمس دقائق، واحد في الدقيقه الثانيه، واحد في الدقيقه الخامسه. في حب حمدي فتحي لازم برده نتكلم كتير جدا. حمدي فتحي اللاعب ما شاء الله عليه اللي بتلاقيه في كل حته في ارض الملعب حبه، وهتلاقيه برده طالع مع الجماهير قدام المرمى، تلاقي في ال 18، تلاقي عند الشناوي، تلاقي في نص الملعب، كان شايل نص الملعب بشكل كبير جدا اليوم. فتحيه لحمدي فتحي اللي عمل مباراه جيده جدا جدا. لو قعدت تفكر احنا هندي مان اوف ذا ماتش لمين، هتبقى بجد محتار، مش عارف تديها لحمدي فتحي ولا تديها لكريم توفيق. كريم توفيق مين يا جماعه؟ لكريم فؤاد، معلش عشان انا تقريبا مهنجه النهارده. فلعبتنا كلها اليوم ادت بشكل ممتاز جدا. خلوني اتكلم معاكم على الهدف الثالث. مع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة الثانية، محمد مجدي قفشة بيعمل ثرو بالمسطرة والمقاس لكريم فؤاد اللي بيكلل مجهود الشوط الأولاني بتسجيل هدف أخيرا من وسط ثلاثة، اثنين مدافعين والجول كيبر من وسط الأقدام والزحمة الكبيرة دي، بينشن في الحتة الفاضية ويسجل كريم فؤاد هدفه الثالث. والهدف الرابع بنفس الطريقة ونفس الكلام،
قفشه بيعمل باس لشريف، قفشه بيعمل باس لكريم فؤاد اللي فعلا ما بيلاقيش حته يحط فيها الا الشبكه. لاعب مميز جدا، لاعب لما بتجيله نص فرصه اعتقد ان هو بيقدر يسجلها. مستقبل كبير جدا للنادي الاهلي في الحته الهجوميه مش بس في الحته الدفاعيه، على حسب احتياجاتك وعلى حسب النقص العددي اللي عندك في الفريق. كان مهم جدا جدا ان انت يبقى عندك بدائل، كان مهم جدا ان انت يبقى عندك اجنحه بالمستوى ده، فان هو جناح شغال باك شغال، فبالتالي مكسب كبير جدا. ومع كولر اعتقد ان احنا هيبقى في اكتشافات لاكتر من لاعب بيلعب في حتت تانيه مختلفه، زي ما اتكلمنا عن حمدي فتحي، اتكلمنا عن كريم فؤاد. برضو لازم نتكلم عن الحاجه السلبيه اللي انا شفتها اليوم ولازم اعقب عليها، بتبديلات كولر اظهرت الحته دي. اول حاجه حابه اتكلم عليها هو موقف محمد شريف وحسام حسن، او مقارنه بسيطه ما بين محمد شريف وحسام حسن. تغييرات كولر اليوم كان الهدف منها هو تجربه بعض اللاعبين زي محمد هاني وتاو وحسام حسن وكوكا، ولكن في بعض اللعيبه انا حاسه ان هيجي منها والفتره الجايه هيبقى ليها دور، ولعيبه لا. لما تيجي تقارن ما بين حسام حسن ومحمد شريف هتلاقي ان لاعب فقد الشغف تماما وبيلعب كموظف وبيأدي بشكل مش منضبط قوي وبتجيله فرص كبيره جدا بيضيعها، ولكن محمد شريف عذرا يا جماعه عشان عندي دور برد بس جامد شويه، محمد شريف لما بيجيله فرصه بتحس ان هو حتى لو ضيعها بيزعل وبيتعصب وبيتضايق وبيحاول وبيجري وبيتحرك وبيعمل كل حاجه. فده الفرق، ان انت تكون ما عندكش توفيق، وفي فرق ان انت تكون بتلعب وخلاص. فاعتقد في الفتره اللي جايه هيبقى، او فتره تحديدا يناير، يعني ده وجهه نظري انا يا جماعه، ده مش معلومه عندي ولا حاجه، ده مجرد توقع. اعتقد ان حسام حسن مش هيكون موجود مع نادي الاهلي ولا هيبقى وسط صفوفه، فان شاء الله نتمنى له كل التوفيق، نتمنى له ان هو يخلف ظننا وانه يحاول يثبت حاله في المباريات القادمه. طبعا قصة التحكيم دي احنا خلاص يعني فقدنا الامل فيها واتكلمنا عنها كتير جدا من اول ما عرفنا ان في امين عمر وان في على الفار الشناوي، واحنا عارفين ان اكيد هيبقى في حركة كده ولا كده لما يكون حاجة ليك، تلاقي بقى يعني ولا حياة لمنتو نادي ولا حد بيراجع ولا حد بيبص ولا اي حاجة. لما تبقى حاجة عليك لا، يا نهار ابيض، الموضوع مختلف تماما. الهدف فيه كلام كتيرة جدا على ان هو مش اوفسايد. بالحقيقة انا بالعين المجردة كده مش شايفاه، هو فيه كلام كتير جدا، هستنى وهعيده مرة واثنين وثلاثة عشان اتأكد طبعا من الموضوع. بس هو في ناس بالنسبة لك وجودها بحد ذاته يخليك تشك ان الموضوع لا، ده الهدف صحيح يا جماعة، لان الشخصية دي اكيد الثواب بتاعتها كلها معروفة. هختم حلقة اليوم بقرعة دوري الابطال يوم 16/11 ان شاء الله، قرعة دور ال 16 لدوري ابطال افريقيا. الاهلي طبعا هيكون في التصنيف الاول والزمالك في التصنيف الثاني وفي مكانه المعتاد، وكمان نفس اليوم هتبقى طبعا قرعة الكونفدرالية. دي كانت موضوعات حلقتي اليوم، اقول لكم تاني مليون مبروك وان شاء الله القادم افضل. ثانك يو.